مستمرين مع حضراتكم وبرنامج التاسعة، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. احنا عايزين نروح الى الاولمبياد 2024 حتى لو في ظروف عالمية تانية اقتصادية، لكن احنا عندنا مستهدفات يعني تخطيط للرياضة المصرية، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية، اللجنة الاولمبية، ان احنا حاطين تارجت نعمل 10 ميداليات في اولمبياد 2024 مهما كانت الظروف، وبقول في ظروف اقتصادية في العالم كله، لكن احنا عندنا تارجت نوصل. واحدة من الميدلز ان احنا بنحطها وبنأمل بيها هي كرة اليد، علشان كده بدأنا بالخطوة الثانية. حقا كان في سيرش من الاتحاد، كل التحية والتقدير، ان هو يصل الى مستر خوان كارلوس باستو. في عندنا تارجت كبير اليومين الجايين دول ان شاء الله في بطولة افريقيا اللي هي المؤهلة للدورة الأولمبية 2024 في باريس، وبعد كده في بطولات، المفروض في بطولات حربية عاملين إعداد في ألمانيا، رايحين ألمانيا يعمل. فاللي أنا عايز أقوله إن طبعا دي خطوة كبيرة جدا إن الاتحاد نجح في إنه يجيب مدرب على هذا المستوى. اكيد اي قرار لازم ياخد وقت يفكر فيه، برضه لازم يرجع لعيلته ويتكلم معاها وكده. طبيعي لما جاله العرض من منتخب مصر كان فكر فيه وخد وقته، بس يعني ما كانش عنده لخبطه كتير، ان هو مقتنع جدا بالمشروع ده وعنده ايمان ان احنا ممكن نحقق حاجه. هو زي الاتحاد وزي ما معالي الوزير كان بيتكلم، هو كمان بيطمح في الميداليه في الاولمبياد وفي كاس العالم، فدي حاجه بالنسبه له برضه هدف كبير وحلم. بس زي ما قال، هو بيبتدي بخطوات، اي مشروع كبير زي ده بياخد خطوه خطوه. اول خطوه نشتغل كفريق واحد، ثاني خطوه نعد لافريقيا كويس جدا، ثم نركز في الاولمبياد. هو ده التارجت يعني. كنا بنحاول ان احنا نرتبط بمدير فني يكون معانا. طبعا احنا كان قبليه بروندو اللي هو المدرب الاسباني في الفتره السابقه، وده قدم برضه حاجات كتير للمنتخب بتاعنا، وكان يعني فنيا ارتقى بمستوانا. واحنا كنا عايزين نكمل يعني بنفس المستوى ونجيب اضافه، والإضافة دي كانت في اثنين أساسيين برضو من المجال الأسباني، من المدرسة الأسبانية، وكان إخوان كارلوس باستور ده ما يطلق عليه الأستاذ، لأنه راجل خبير مستوى عالي جدا. احنا استعدتنا الفترة دي، كان عندنا فترة اختبارات للعيبة، جه مدير متفني جديد على مستوى عالي جدا مستر باستور. عندنا أول مرحلة إن شاء الله بطولة أفريقيا في شهر واحد، عملنا القياسات البدنية والفسيولوجية المطلوبة للعيبة في المعسكر اللي فات. هنحط الخطة بتاعتنا بتاعت الفترة اللي جاية هنشتغل عليها، يعني احنا بنشتغل كوارترز، كل 3 شهور بنعمل إعادة تقييم للعيبة ووصلوا لإيه.